أهلا بكم مشاهد الكرام. الحديث في المحور الأخير هو عن محافظة حضرموت، لكن حقيقة درجة أو يساهم عنصر أو الوضع في أي محافظة بنجاح المحافظ الذي يديرها. مثلا في محافظة حضرموت أنا أرى أنه البحسني حقق حاجات، وهو محافظ مثلا من المحافظين الذين أبلوا بلاء حسنا في تحقيق بعض الشغلات والكثير من الأمور بالنسبة لمحافظة حضرموت. كذلك في المهرة، في أبين، في شغل يشتغله يعني المحافظ أبو بكر حسين سالم تقريبا أضعاف ما يتم في المحافظات الأخرى، لكن الطبيعة في أبين بحكم الخراب والتخريب اللي حصل فيها محتاجة أنه يشتغل الرجل بهذه الطريقة. نفس الحكاية في لاحق، جزء من محافظة لاحق ما زالت في هناك حرب. شبوة برضه المجال أمامها، و ما ندري ايش الوضع في محافظة شبوة، ولكن تستحق او من المفروض ان يكون الوضع في شبوة اكثر بكذا بمئات المرات. انا يعني نتكلم بكل صراحة، شبوة جزء كبير منها من بدري تحرر بقية مديرية عسيلان، ثلاثة محافظين او اربعة، المرحوم بحاج، بعدين جا النسي، بعدين جا الاملس، الحين الان علي بن راشد الحارثي، اربعة محافظين خلال سنتين او ثلاث سنوات. وبالتالي نحن نتمنى في محافظة شبوة ان تكون هناك في نجاحات كبيرة. عدن حقيقة للآن بدون محافظ، ونتمنى قرار مش صعب على فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يعين محافظ العدن. يعني ما أنت يا فخامة الرئيس اتخذت يعني قرارات مصيرية بحق الشعب اليمني كله. نحن نؤمن بتأني الرئيس وعقلانية الرئيس ويعني أبوته بالنسبة للشعب اليمني من ناحية المسؤولية، لكن برضه مش تمام انها تطول الفتره كلها، يعني ستة شهور، سبعة شهور، سنه وعدم بدون محافظ. نحن نتمنى ان نشوف في الايام الاخيره يتم تعيين شخص من ابناء هذه المحافظه او من الاشخاص اللي يراهم الرئيس وتراهم الجهات المعنيه كفؤين وتمشي الامور. يعني رئيس الجمهوريه موجود داخل البلد ورئيس الوزراء موجود داخل البلد، محافظ عدن ما فيش هناك اي خطر انه يكون في هناك محافظ. فبإمكانكم تتخذوا هذا القرار بأن يكون هناك محافظ عدن حتى توزع المسؤوليات أولا، وتكون هناك في جهة مسؤولة تستطيع الناس أن يسألوها، وحتى هو يتخذ قرارات بشكل مطلق، لأنه رئيس خلاص معين أو محافظ معين من الرئيس، عينك رئيس الجمهورية، محافظ المحافظة هو رئيس الجمهورية في المحافظة يعتبر. فموضوع أنها الفترة تطول، إلى متى بتظلي عدن بدون محافظ؟ ممكن يكون محافظ من الوكلاء الموجودين، ممكن محافظ من الوزراء الموجودين، يمكن محافظ من أعضاء مجلس الشورى، يمكن محافظ من الشخصيات الاقتصادية، ممكن محافظ من الاجتماعية، من السفراء، في مليان عندنا شرائح مختلفة، في ناس لهم تجارب بقيادة المحافظة، ولكن صاحب القرار هو فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ونثق ثقة كبيرة أنه صاحب القرار الأنسب. في محافظة حضرموت هناك في تحرك، المحور هو طبعا عن محافظة حضرموت، في تحرك كبير يقوم فيه المحافظ البحسني في هذه المحافظة، على الرغم من أنها كانت في هناك إشكالية في القاعدة من أيام محمد سعيد بن بريك، كان برضه البحسني موجود في المشهد، نجح أبناء حضرموت في القضاء على القاعدة في كثير من المناطق، ونجحوا في إيجاد حالة أمنية مناسبة، انتقلوا إلى تفعيل المطارات والموانئ والنفط في حضرموت وحركة التجارة والشغل في حضرموت، على أنه جاء الإعصار الأخير تقريبا وسبب في إشكالية، وكانت هناك في نوع من الخراب وفي نوع من التدمير في مدينة المكلا على وجه التحديد وبعض المناطق الأخرى، ولكن المحافظ يواكب الوضع، نزل إلى الشوارع ولم الناس وقاموا بعملية تنظيم وعملية ترميم، ونزلت لجان مكلفة من الحكومة لهناك وجردت بندت الأضرار اللي موجودة في المكلا، وعملوا تصورات للحلول ورفعوا التقارير للحكومة، والخير جاي لحضرموت وبيرجع كل شيء زي ما كان. في تقرير أو في تصريح للمحافظ البحسني وهو موجود مع أبناء حضرموت في عملية تنظيف المكلا، نتابع هذا التصريح ثم نعود. تتجمع فيه كل الإمكانيات في حضرموت في سبيل النهوض بمهمة إعادة تنظيف مدينة المكلا من آثار السيول والأمطار، وأيضا إعادة تنظيف مدينة المكلا من القمامة التي تراكمت فيها بسبب السيول والأمطار وبأسباب من أخرى. اليوم ما يميز حملتنا هذا هو مشاركة أخواننا في الهلال الأحمر الإماراتي في هذا العمل العظيم، وأنتم تعرفون ما كانت هناك حضرموت في حاجة لعمل ما إلا كان الهلال الأحمر الإماراتي
موجود، هكذا عهدناهم، هكذا سيظلون، هكذا سنظل نعمل نحن وياهم يد بيد. اليوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشارك في هذه الحملة في سبيل أن هذه الحملة سوف تتوج بإذن الله بالنجاح، لأن حجم العمل كبير. أنتم تعرفون الفترة التي مضت منذ أن هطلت الأمطار، أشركنا المجتمع، أشركنا الدوائر الحكومية، الوكلاء، المؤسسات العسكرية، الأمنية، رؤساء الأحياء السكنية، مدراء العموم، المواطنين، مبادرات الشباب، كل المجتمع، كل القوى أشركناها في هذا العمل، لأن العمل كبير جدا، حجمه كبير جدا. ولذلك أنا أشكر الشباب، أشكر المجتمع، أشكر المواطنين في الأحياء السكنية، أشكر الهيئات، أشكر الوكلاء، مدراء العموم، قادة العسكريين الذين انبرأوا لهذا العمل العظيم وحققوا نجاحات كبيرة. واليوم يدخل الهلال الأحمر الإماراتي على الخط ليعاوننا وليساعدنا، فنحن فخورون جدا وسعداء، ولا يسرنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهلال الأحمر الإماراتي كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت على كل ما يقدمونه من وسائل دعم ومن تقدير. فهم الآن متواجدين معنا باستمرار، هم الذين يقدرون الموقف ويعرفون الحقيقة ويعرفون حجم الأضرار ويعرفون حجم الإمكانيات المتوفرة في حضرموت. لذلك المبادرة أتت منهم، ونحن نقدر هذه المبادرة ونشكرهم. ولذا وجب التنبيه، أتوجه للمواطنين الأعزاء، أتوجه وأطلب منهم ثم أتوسل إليهم أن يهتموا بثقافة النظافة. ثقافة النظافة مهمة جدا، لا يمكن للمجتمع أن ينهض ما لم يكن نظيف، ما لم يكن مصطح، ما لم يكن أموره مكتملة. ولذلك أمر النظافة أمر مهم أن تكون له ثقافة، فنريد أن نرفع من ثقافة النظافة لدى المواطنين. لا يمكن للمواطن أن يرمي كل القمامة من الشباك حقه في الشارع، ولا يمكن للمواطن أن يرمي كل ما لديه وهو يمشي في الشارع أيضا. بهذه الطريقة لو كان معنا مليون عامل من عمال النظافة لن يستطيعون متابعة الوضع. لذلك أنا أرجو من المواطنين أن يتفهموا هذا الوضع، وأن تكون عندهم ثقافة النظافة، وأن يحافظوا على النظافة باستمرار، وعلى المسؤولين في المؤسسات في البلدية وإلى آخره وضع حلول وضوابط إدارية لهذا العمل. كل محل تجاري يجب أن يوجد أمامه برميل وتوضع فيه القمامة باستمرار، وعلى أصحاب المحلات أن يهتموا بنظافة الشارع أمام محلاتهم. هذا سيكون أمر ملزم، وعلى البلدية وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك. أما المواطنين فأدعوهم أن يفكروا جيدا أن شقتهم لا يمكن أن يقبلوا بالوسخ فيها، وهذا الشارع شارعهم، وهذا الحي حيهم، فكيف ترمون كل شيء في الشارع؟ أرجو ثم أرجو أن تتفهموا لهذا الوضع، وتكون عندنا ثقافة النظافة، ثقافة صحية، وأن نرمي القمامة في المحل المخصص لها. توجد براميل، توجد أكياس، توجد مواقع، ارموا في هذه المواقع، لا ترموا في الشوارع، فضلا لا ترموا في الشوارع. أهلا بكم مشاهدي الكرام، سمعنا هذا التصريح لمعالي أو سعادة محافظ حضرموت، وهو يتحدث لو أن كل واحد بيرمي الزبالة من أو القمامة من الشباك حق بيته أو ما بيرميها في المكان المحدد، معناته مليون عامل نظافة ما بيتابعون الوضع ولا بيقدرون يلحقوا. وتكلم كلام جميل أنه عن تشقتك أو بيتك تريده يكون دائما نظيف وحلو وريحته جميلة ومرتب ومرتبتك، نفس الحكاية الشارع هو شارعك، أنت بتخرج من البيت للشارع، وأنت رايح المسجد ورايح العمل رايح المدرسة بتجزع بالشارع، فلا تقبل على نفسك يعني التناقض أنه أنا نظيف من الباب حقي وخارج وداخل، ومن الباب وأوت خارج البيت يعني مش مشكلة تتقفز فوق القبائل. طيب الوضع في حضرموت وضع مختلف، وهناك حديث دائما متكرر، الحضارة كعبهم عالي في الإدارة وفي التجارة وفي كثير من الأمور، والحديث حول ما تحتاجه محافظة حضرموت والنجاحات التي تحققت في حضرموت خلال هذه الفترة. يكون معنا عبر الهاتف من محافظة حضرموت الأستاذ أنور التميمي الإعلامي المعروف. مرحبا بك أستاذ أنور، مساء الخير. يا مساء النور، مرحبا وسهلا عليك وعلى السادة المتابعين. أهلا بك سيدي الفاضل. حضرموت من محاربة القاعدة إلى تحقيق بعض النجاحات على الجانب الاقتصادي إلى
مواجهة الآثار السلبية للإعصارات الأخيرة، كيف تسلط كيف تقرأ الوضع ربما في حضرموت من خلال الانتقال بين هذه المراحل الثلاث؟ في الحقيقة بالفعل كما أشارت أنت سابقا، في هناك يعني حالة قابلة للتعامل مع الدولة في حضرموت، نخشى أنها تتراجع نتيجة لعدة عوامل ربما أبرزها يعني أحيانا أن المركز لا يسند المحافظة بالإمكانيات المطلوبة المادية، رغم أن المحافظة هي ترفض المركز بكثير من الإمكانيات المادية، وهذه مسألة إذا لم تحل ستعكس سلبا ليس فقط على موضوع الخدمات، ستعكس سلبا حتى على الثقافة المدنية وعلى ثقافة الناس تجاه الدولة نفسها. نتمنى أن لا يتم ذلك، ونتمنى أن توضع هناك معالجات حقيقية. الإنجاز الأمني كبير بالفعل، وهو يعني يرجع إلى مستوى الإنجاز العروبي في محاربة الإرهاب. وطبعا موضوع ما حصل مؤخرا من تداعيات كارثية نتيجة للعصير المتلاحقة وليس عصارا الأخير، حتى العصارات السابقة إلى هذه اللحظة لم تحل كثير من تداعياتها منذ 2008 إلى هذه اللحظة، ما زال متضررين من أحداث السيول وكثير من الجسور وكثير من المنشآت المدمرة إلى هذه اللحظة. طيب هل في هناك استاذ انور؟ نعم استاذ انور، يعني في كوارث حصلت من 2008 وربما في فترات سابقه، وكان هناك في حتى يعني عمل درامي وكوميدي على طريقه الاغاثه التي كانت تحصل، هل هناك اغاثه اتت الى حضرموت؟ هل هناك مساندات؟ هل هناك مساعدات جاءت بعد هذه الكوارث؟ في 2008 طبعا هب لا شك، وفي مشاريع واضحة للعيان موجودة حاليا في مدينة كاملة أو أكثر من مدينة في حضرموت أنشاها الهلال الأحمر الإماراتي، ولكن حينها كان الفساد مستشري بقوة ولم تقم الدولة بواجباتها من حيث توفير الخدمات الأساسية حتى تكون هذه المدينة قابلة للسكن. وإلى قبل أيام تابعنا الأخبار كان السيد المحافظ يزور مدينة خليفة في مدينة المكلا، وينتظر المتضررون أن تتم معالجة بعض المسائل المتعلقة بالخدمات وإيصال الكهرباء وغير ذلك. الأثار الأخير طبعا لم يكن السناد بالمستوى المطلوب، ونتيجة لظروف الحرب الموجودة في البلد كان في هناك مدد عاجل من الهلال الأحمر الإماراتي وبعض المؤسسات الخليجية، وطبعا الضرر لم يكن كبيرا يعني يوازي الضرر الذي كان في 2008، ولكن في هناك نتيجة ترهل بعض أجهزة الدولة ونتيجة لغياب الإمكانيات مثلا لم تستطع أن تقوم بواجبها، وبالتالي في إزالة مخلفات السيول، وكان في هناك تراكمات ومشاكل تتعلق بالنظافة، كان في إضرابات لعمار النظافة نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم ومستحق ضئيل، والحكومة المركزية يعني تتأخر في صرفه، مما يخلق يعني إشكالية كبرى للسلطة المحلية في المحافظة. وبالفعل كانوا مضروبين فترة طويلة، وجاءت السيول والكوارث وكانت النفايات يعني مقدسه في شوارع المكلا. نعم كانت البله طبعا وصول الماء اليها تمام، وحصلت يعني كنت تحصل كارثه بيئيه. موضوع تاخير مطلقه الهلال الاحمر الاماراتي مبادره لتوظيف المكلا ورعاها المحافظ. ايوه نتمنى ان يكون بالفعل يعني تحل المشكله من جذورها. طيب عملية التأخير بالراتب ربما قد هي موجودة في كثير من أو على كل الموظفي الدولة، ولكن الآن الأوضاع والقراءة التي نراها ويراها كثير أنه الاستقرار قادم وحتدفع كل الرواتب في الوقت المناسب. سؤالي الأخير لك، الحالة العامة داخل حضرموت، يعني هناك من يتحدث عن مشاريع اقتصادية، عن أن حضرموت بيئة حاضنة للمال والرأس المال والتجارة، وربما هناك ظروف داخلية وخارجية تساعد أن تنتعش هذه المنطقة وأن تحتوي كثيرا من رؤوس الأموال، كيف هذا الوضع؟ الممكنات في حضرموت كثيرة كما تفضلت، ولكن حتى هذه الممكنات يعني تهدر أحيانا إذا لم تلتقط. الجانب الأمني مشجع في حضرموت كثير، وجود قوات النخبة ومرتبة ومنظمة وتدار من كنترول واحد، ولا ما فيش تعدد في الولايات، مسألة معروفة ومنضبطة، هذه مسألة مشجعة جدا. إشكالية الاستثمار في حضرموت هو مسألة توفر الكهرباء خدمات نعم أقول لك الإشكالية المعيقة للاستثمارات في حضرموت
تقوم الدولة بواجباتها في توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومن ماء ومسائل كثيرة جدا. الجانب الأمني مشجع، النفسية هناك في حضرموت تتقبل الاستثمار وتتعاطى معه بصورة إيجابية. جميل. لكن الإشكالية هي أن الدولة لم تقم بواجباتها إلى هذه اللحظة. ستقوم الدولة بواجباتها بإذن الله على أكمل وجه وفق الظروف الممكنة، المعطيات مبشرة بخير، سواء من خلال تواجد الدولة ومتابعتها لكل المجريات على أرض الوطن. كان معي الأستاذ والإعلامي أنور التميمي، الإعلامي المعروف ورئيس تحرير موقع جولدن نيوز، شكرا جزيلا لك.